الموسم الرابع بطولة الجامعات، وجامعة أسيوط حسمت لقاء النهاردة ووصلت للمباراة النهائية لأول مرة في تاريخ جامعة أسيوط. جامعة أسيوط متقدمة 155 نقطة، وجامعة دمياط 40 نقطة. جامعة دمياط هارد لك، ما قدرتوش ترجعوا في المباراة، ولكن وصولكم للمربع الذهبي في حد ذاته نجاح كبير. كلنا نحيي جامعة دمياط. ودلوقتي مع آخر فقرة، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ، سؤالين لكل جامعة. أول سؤال فاطمة، فضلي يا فاطمة. فاطمة رفعت، والسؤال الأول لجامعة أسيوط، وهنشوف موضوع السؤال إيه. شكراً، ارجعي مكانك. رياضة، سؤال في الرياضة، يا ترى السؤال بـ20 نقطة ولا بـ30 نقطة؟ لا، 30. دوس على البازر. رياضة، والسؤال هو من هو أول رئيس للجنة الأولمبية المصرية من 1910 ل 1934؟ وبكده مصر بقت الدولة رقم 14 اللي بتنضم للجنة الأولمبية الدولية. ما فيش إجابة ولا حتى أي حاجة، وأنا عارف سؤال ده معلومات عامة. يا معلومته عندك يا معلومته مش عندك، حاجات غريبة جدا. هشام عبد الرحمن فهمي. عبد الرحمن فهمي طبعا إجابة خاطئة. دي معلومة مهمة لازم تبقى عندنا، نبقى عارفين اللجنة الأولمبية ابتدت في تاريخ مصر بقيادة مين وإمتى؟ الأمير عمر طوسن. كنت عايزني أقول عمر طوسن؟ لا، ما كنتش عايزك تقول. غريبة يعني. عايزك تعرف مين بقى الأمير عمر طوسن. نورهان، تفضل يا نورهان. السؤال التاني، وهنشوف موضوع السؤال ايه. شكرا يا نورهان، ارجع مكانك. رياضة، سؤال في الرياضة، 30 نقطة. رياضة، والسؤال هو من هو اللاعب المصري الحاصل على هداف دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم عام 2005؟ سجل 7 أهداف في 2005. عماد متعب. عماد متعب سجل 6 أهداف. هارد لك يا هشام، إجابة خاطئة. حمدي. محمد بركات. محمد بركات الزئبقي 7 أهداف، إجابة صحيحة. فعلا هو محمد بركات الزئبقي. 185 جامعة أسيوط، 40 جامعة دمياط. إبراهيم مصطفى، تفضل إبراهيم. إبراهيم، والسؤال الثالث. شكرا يا إبراهيم. قدرات زينية جات لك يا أستر يا رب. قدرات زينية، والسؤال هو حل المسألة الآتية: 89 في 7 زائد 65 في 4 ناقص 32 يساوي كام؟ سبع ثواني، ثانيتين. إسراء، إجابتك 851. إسراء، مش ممكن. مش ممكن فعلا، إجابة صحيحة. برافو عليك يا إسراء. أنا وكلاودي أسمناها وكنا خدت كلام. برافو عليكو بجد، ما شاء الله. برافو عليك يا إسراء. الحمد لله. برافو عليكي. 20 نقطة، النتيجة اتغيرت. 205 جامعة أسيوط،
40 جامعة دمياط. عمر الأباني، تفضل يا عمر. آخر سؤال لجامعة دمياط، وهنشوف موضوع السؤال إيه. براحتهم براحتهم. معلش بص يا هشام، بص يا مريم، مش عارف ايه النهارده والله. معلش مش عارف ايه النهارده. معلش مريم وهشام، بيحصل مش عارف ايه النهارده بجد والله. مفيش مشكله خالص، مش عارف والله. مفيش حد كل ايامه حلوه ومفيش حد كل ايامه وحش. مش كده، مش كده. مفيش مشكله خالص والله، احنا استعدنا احسن من كده بكتير. انا متاكد من كده وواثق من كده. الحقيقه مش ده السكور اللي المفروض يكون عليه. بس تعدينا احسن من كده كتير جدا والله العظيم. اكيد لا، وانا مقدر جدا جدا اللي حصل النهارده. هارد لك، ما يتقالش غير هارد لك. تحبوا تتسالوا فيه؟ ايه؟ قدرات ذهنيه. قدرات ذهنيه، اخر سؤال في الحلقه قدرات ذهنيه. والسؤال هو حل المسألة الآتية: 33 في 6 زائد 44 في 8 يساوي كام؟ 33 في 6 زائد 44 في 8. أربع ثواني. علاء 550. علاء إجابة صحيحة. 550 هي الإجابة الصحيحة. 20 نقطة لجامعة دمياط. جامعة دمياط 60، جامعة أسيوط 205. أفضل لاعب في ماتش النهاردة ب 70 نقطة كلاوديا عاطف. هشام، طول عمرنا بنقول مبروك وطول عمرنا بنقول هارد لك. واضح النهاردة إن جامعة أسيوط استعدت أكتر. يعني أنا واثق في إن أنتم ممكن تقدموا أداء أفضل من كده بكتير. وبكده يبقى إجمالي النقط اللي حصل عليها طلابنا في حلقة النهاردة 265 نقطة، وكل نقطة ب 20,000 جنيه، بما يساوي 5,300,000 جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 33,740,000 جنيه من البنك الأهلي لتطوير الكرة المصرية. هارد لك لجامعة دمياط. جامعة أسيوط ألف مبروك، هشوفكم في المباراة النهائية. ربنا يستر. وإلى اللقاء وحلقة جديدة مع العباقرة.